بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 73. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. لهذه الآيات الكريمات أمر الله جل وعلا بالقتال، قتال الكفار، وهو الجهاد في سبيل الله. والجهاد، جهاد الكفار، هو أعلى أنواع الجهاد، لأن الجهاد أنواع خمسة. النوع الأول جهاد النفس، فالمسلم يجب عليه جهاد نفسه أولا، وذلك بأن يلزمها بطاعة الله ويمنعها من معصية الله، لأن النفس تمل من الطاعة وتستثقل الطاعة وتريد الشهوات والمحرمات. هذه نفس الإنسان: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيجب على صاحبها أن يجاهدها، أي أن يبذل جهده في الأخذ بزمامها وإلزامها بطاعة الله وإبعادها عن معصية الله، لأن هذه هي مصلحتها، فهو يلزمها بما فيه صلاحها وخيرها ويمنعها مما فيه شرها. فإذا لم يجاهد نفسه فإنه يكون ظالما لها، ظالما لها، لأنه عرضها لسخط الله وعقوبته، وعرضها لما يضرها، فيكون ظالما لها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو ظالم لنفسه لأنه وضعها في غير موضعها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها يعني طهرها من الذنوب والمعاصي ونماها بالعبادة والخير، هذا قد أفلح. وقد خاب من دساها، من ضيعها ودسها في التراب، بدل أن يرفعها بطاعة الله تركها تندس في التراب والهوان والذلة. فأول ما يجب على المسلم جهاد نفسه، فمن لم يجاهد نفسه، من لم يقدر على جهاد نفسه، فإنه يعجز عن جهاد غيرها من باب أولى. هذا النوع الأول، وهو نوع عظيم، وهو يجب على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم أن يجاهد نفسه. النوع الثاني من أنواع الجهاد جهاد الشيطان، شياطين الإنس والجن الذين هم أعداؤك ولا يريدون لك الخير أبدا، وإنما يريدون لك الشر، فهم يحتاجون إلى جهاد، وذلك بمعصيتهم فيما يأمرونك به، لأنهم يأمرونك بالمعاصي، فأنت تعصيهم ولا تطيعهم، وينهونك عن الطاعات والعبادات، فأنت تعصيهم وتفعل الطاعات والعبادات. فجهاد الشيطان يكون بمعصيته فيما يأمر به وفعل ما ينهى عنه، لأنه يأمر بالمعصية وينهى عن الطاعة. والمراد بالشيطان هنا شيطان الجن، وهو إبليس وذريته، وشياطين الإنس من دعاة الضلال ودعاة الكفر ودعاة الفسوق والفساد، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، يدعون إلى الهلاك. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة.
والمغفرة بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى في الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيحتاج الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، يحتاج إلى جهاد دائم، وإلا فإنه سيتلاعب بك إن لم تنتبه له. وشيطان الجن ما تراه، إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونه، أنت ما ترى شيطان الجن لكنه موجود ويوسوس لك، يزين لك الكفر والمعاصي والشهوات، ويزهدك وينفرك من الطاعات والعبادات، وأنت لا تراه لكن تحس بوساوسه وتحس بأفكاره. وأما شيطان الإنس فإنك تراه ويجالسك ويزعم أنه من الناصحين لك وأنه أخوك، فهو أخطر من شيطان الجن، لأن شيطان الجن إذا ذكرت الله انخنس وابتعد عنك. أما شيطان الإنس فأنت تذكر الله وهو يذكر الله أكثر منك، يذكر الله بلسانه فأنت تحسبه من المؤمنين ويتظاهر بأنه من المؤمنين، ويزين لك الشر ويدعوك إلى طرق النار، ويزين لك الشهوات ويلقي عليك الشبهات. هذا شيطان الإنس، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. شياطين الإنس يتلقون عن شياطين الجن فهم عملاء لهم، فأنت محاط بهم، بأعدائك، محاط بأعدائك من شياطين الإنس وشياطين الجن، فأنت بحاجة إلى جهادهم، وذلك بالحذر منهم وعدم الالتفات إلى ما يدعونك إليه، وعدم الاغترار بزخارف قولهم وزيف دعاياتهم. وما أكثرهم اليوم على أبواب جهنم يدعون الناس بالشهوات والشبهات من خلال ما يقولون وما يكتبون في الصحف والمجلات، ومن خلال ما يلقون في الإذاعات والمحطات الفضائية. هؤلاء شياطين الجن والإنس متكالبون علينا، فعلينا بجهادهم، وذلك بالحذر منهم ومن شبهاتهم وشهواتهم وبمعصيتهم فيما يقولون وما يفعلون. هذا النوع الثاني، جهاد الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، أنت بحاجة دائما وأبدا إلى جهادهم، وإلا فإنهم يقتحمون عليك الأسوار ويدعونك إلى النار، ولا يحصنك منهم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، ملازمة ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله حصن حصين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في طلبه فلجأ إلى حصن حصين فتحصن منهم. هذا مثال لذكر الله، فذكر الله حصن حصين، إذا لجأت إليه فإن شياطين الإنس والجن يرتدعون عنك وينكفون عنك. النوع الثالث من أنواع الجهاد، جهاد العصاة من المسلمين. المسلمون يكون فيهم عصاة يحتاجون إلى جهاد، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد للعصاة من المسلمين، ذلك بأن تأمرهم بطاعة الله، تنهاهم عن معصية الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عظيم من واجبات الإسلام، وهو سفينة النجاة لهذه الأمة. فإذا لم يكن في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هلكت عن آخرها، الصالح والطالح يهلكون إذا لم يكن فيهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإن كان فيهم صالحون يهلكون مع الطالحين. أما إذا وجد في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا أمان للأمة من الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم
وأهلها مصلحون. لاحظوا قوله مصلحون، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النوع الخامس، النوع الرابع، جهاد المنافقين. منافقين، هناك من يدعون الإيمان بالظاهر وهم كفار في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويؤذون المسلمين ويضايقونهم ويفرحون بما يصيب المسلمين من النكبات والنقص، ويفرحون بما يصيب المسلمين من النقص ومن النكبات، ويغضبون لما يصيب المسلمين من الخير ويحزنون. هذا شأن المنافقين، ويتكلمون في المجتمع، يسبون أهل الخير، يسبون ولاة الأمور، أمور المسلمين، يسبون علماء المسلمين، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يقولون هذا في ولاة أمور المسلمين وفي علماء المسلمين وفي الصالحين من المسلمين، ويسخرون من أهل الإيمان، يتنقصونهم ويصفونهم بالجمود والرجعية، ويصفونهم بالتخلف، ويصفونهم بنقصان العقول. دائما هذا شأن المنافقين في المجتمع. قال الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء هم المنافقون، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في قلوبهم، ويظهر نفاقهم على ألسنتهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يظهر نفاقهم على ألسنتهم، يظهر نفاقهم إذا أصاب المسلمين شيء من النكبات، يظهر نفاقهم ويفرحون، وإذا أصاب المسلمين الخير يغتاظون ويستاءون. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. هذا شأن المنافقين، يحتاجون إلى جهاد، وجهادهم يكون باللسان، وذلك بالرد على شبهاتهم وإبطال أقوالهم ودحض ما يفترونه على المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار بالسلاح، وهذا هو النوع الخامس سيأتي، وجاهد المنافقين، هذا هو النوع الرابع من أنواع الجهاد. جاهدهم بالسلاح، لا، لأنهم يظهرون الإسلام فيجب الكف عنهم ما داموا يظهرون الإسلام، لكن يقولون بألسنتهم من الكلام القبيح والكلام السيء والتلبيس على المسلمين، فيحتاجون إلى رد. وما أكثر ما يكتبون اليوم في الصحف والمجلات، وما أكثر ما يلقون في الإذاعات والمحطات الفضائية من النفاق والكفر والشكوك، يحتاج من المسلمين إلى موقف منهم بالجهاد، جهاد باللسان ورد شبهاتهم وإبطال أقوالهم وإظهار الحق الذي يحاربونه. هذا جهاد المنافقين. النوع الخامس جهاد الكفار، وهذا هو المقصود هنا في هذه الآيات، جهاد الكفار، وذلك بالسلاح، بحمل السلاح وخوض المعارك لإعلاء كلمة الله ودحض الكفر وأهله. وهذا النوع هو أفضل أنواع الجهاد. جهاد الكفار هو أفضل أنواع الجهاد، لأن فيه بذلا للنفس والمال، وصبرا على المشقة، وصبرا على ما على الجراح، وصبرا على الأسفار والأخطار.
جهاد الكفار هو أخطر أنواع الجهاد وهو أفضل أنواع الجهاد. قال الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، هذا فيه فضل الجهاد. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: هل هناك عمل أفضل من الجهاد؟ قال: لا أجد. قيل: أعيد السؤال عليه؟ قال: لا أجد، يعني لا أجد عملا أفضل من الجهاد. ثم كرر عليه السؤال وهو يقول: لا أجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تقوم الليل ولا تنام، وأن تصوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: الجهاد في سبيل الله أفضل من القائم الصائم. المجاهد في سبيل الله أفضل من الصائم القائم، ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب في سبيل الله، ذلك بأنهم كما قال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فلا شيء يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل من الأعمال لمن يقدر على الجهاد. ولما كان الجهاد في سبيل الله فيه مشقة عظيمة، تأخر فرضه إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقد مر الجهاد بمراحل وشرعه الله على التدريج شيئا فشيئا. المرحلة الأولى كان الجهاد ممنوعا في الإسلام، كان الجهاد ممنوعا في الإسلام يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة قبل الهجرة، كانوا ممنوعين من الجهاد والقتال، لأن ذلك يجر عليهم، لأنهم لو قاتلوا وهم في مكة لجر ذلك عليهم شرا عظيما، فيتسلط الكفار عليهم ويبيدونهم عن آخرهم، لأنهم تحت قبضة الكفار والكفار أقوى منهم، فكانوا منهيين عن القتال في سبيل الله ومأمورين بأن يكفوا أيديهم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا في مكة. وكانوا يصيبون المسلمين بالأذى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبونه بالأذى
وكان الرسول مأمورا بالصفح والإعراض والعفو والصبر، هذا كله في مكة. كان يصدر من الكفار في حق المسلمين التعذيب، يعذبون من آمن عذابا شديدا، ويطلبون منه أن يترك الإسلام وأن يرجع إلى الكفر. فمنهم من يصبر على العذاب، ومنهم من قتل في مكة لما أبى أن يرجع إلى الكفر، وكان الله يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين، لأنهم لو قاتلوا في هذه الفترة لتسلط عليهم الكفار وأبادوهم عن آخره. ولأنه ليس للمسلمين قوة في هذه الفترة المكية، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وصارت للمسلمين دولة في المدينة، وصار لهم أنصار من أهل المدينة، وصار لهم دار إسلام يأوون إليها، عند ذلك شرع الله الجهاد في سبيله بعد الهجرة، لكنه لم يأمر به مرة واحدة لمشقته على الناس، ولكنه سبحانه وتعالى تدرج في تشريعه حتى يستسهله المسلمون. وهكذا حكمة الله في الأمور الشاقة، أن الله لا يشرعها ابتداء، وإنما يشرعها بالتدريج، كما مر بكم في فريضة الصيام كيف شرعه الله بالتدريج، كذلك الجهاد شرعه الله بالتدريج. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن لهم بالقتال بعد أن كانوا ممنوعين، مجرد إذن. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا إذن فقط من غير أمر. ثم بعد ذلك، وهو المرحلة الثالثة، أمروا بقتال من قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم، كما في هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمروا بقتال من قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة: لما قوي المسلمون وصار عندهم استعداد وسلاح ورجال، أمرهم الله بالقتال ابتداء، وأمرهم بالغزو، غزو الكفار في بلادهم. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ففي هذه المرحلة الأخيرة، لما قوي المسلمون وصار لهم دولة وصار لهم ولاية وصار لهم عندهم سلاح ورجال وقوة، أمروا بقتال الكفار ابتداء، وأن يغزوهم في بلادهم لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك من الأرض، أو إظهار الدين الإسلامي على، ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. وهذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله، ليس القصد من الجهاد في سبيل الله أخذ الأموال أو الغنائم أو الاستيلاء على بلاد الكفار، إنما القصد هو إعلاء كلمة الله
وأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن يكون دين الإسلام هو الظاهر في الأرض. هذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن هذا نعلم أن الجهاد في سبيل الله يكون على حالتين: حالة الأولى يكون دفاع، مجرد دفاع، إذا كان المسلمون ليس عندهم قوة واعتدى عليهم الكفار في بلادهم، فإنه يجب على المسلمين أن يدافعوهم وأن يقاتلوهم حتى يردوهم عن بلاد المسلمين. هذا يسمى الدفاع، وهذا عند ضعف المسلمين وعدم استطاعتهم للغزو، فإنهم على الأقل يمنعون بلادهم من دخول الكفار وتسلط الكفار على بلاد المسلمين. أما إذا كان عند المسلمين قوة فإنه لا يكفي جهاد الدفاع، بل لا بد من غزو الكفار في بلادهم، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزا المشركين في بلادهم، فكان صلى الله عليه وسلم يغزو بنفسه ويقود الجيوش بنفسه، وأحيانا يؤمر على الجيوش من يقودهم من الأمراء ويرسلهم لقتال الكفار. وسار على هذا خلفاؤه الراشدون، وسار على هذا المسلمون في الدولة الأموية والدولة العباسية، حتى غزوا المشرق والمغرب وفتحوا البلاد ونشروا هذا الدين، وتحقق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله بالدعوة والجهاد في سبيل الله. الدعوة أولا، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله، لأن الله خلق الخلق لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انحرف البشر وعبدوا غير الله وجب دعوتهم للرجوع إلى عبادة الله، فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. هذا هو المقصود من الجهاد: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذه هي الأغراض من الجهاد في سبيل الله. ولذلك يغلط من يقول إن الجهاد في الإسلام مجرد دفاع فقط، هذا غلط. الجهاد في الإسلام يكون دفاعا عند ضعف المسلمين، أما إذا قوي المسلمون فيكون الجهاد في سبيل الله جهاد طلب وجهاد غزو في أقطار الأرض حتى يظهر دين الله عز وجل. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. وهنا يقول الله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله. في سبيل الله، شوف، في سبيل الله، هذا تنبيه على الإخلاص في الجهاد، إخلاص النية، أن القصد ليس هو طمع الدنيا وأخذ الأموال وتوسعة الممالك، وإنما القصد في سبيل الله عز وجل. وليس القصد عداوة الكفار فقط، إنما القصد هو في سبيل الله. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي يكون في سبيل الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله، يعني لا تقاتلوا لأجل الطمع الدنيوي أو الظهور
على الناس وأخذ الملك، لا، هذا شأن الجبابرة، وإنما المسلمون يقاتلون لهدف واحد هو إعلاء كلمة الله، ولا يكون في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذا على القول الأول أن هذه مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، وهو قتال من قاتل من الكفار والكف عمن لم يقاتل، وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا المعنى. والمعنى الثاني قال بعض المفسرين: الذين يقاتلونكم، معناها أن الكفار لو تركتموهم قاتلوكم، لو تركتم الكفار ولم تقاتلوهم هم يقاتلونكم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. فهذا شأن الكفار، لو ما قاتلهم المسلمون قاتلوهم المسلمين، وهذا واقع كما ترون الآن. لما ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الكفار، فصاروا يقتلونهم ويستولون على بلادهم ويسخرونهم في خدمتهم وأعمالهم ويستذلون المسلمين، فلا عز للمسلمين ولا قمع للكفار إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، قالوا هذا بيان لأن الكفار سجيتهم ونفسيتهم أنهم يتعطشون إلى قتال المسلمين دائما وأبدا، فلا بد أن المسلمون يقاتلونهم كفا لشرهم وردا لباسهم. الذين يقاتلون، ثم قال: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. الاعتداء في القتال ما هو؟ الاعتداء في القتال أن يقتل من لا يستحق القتل من الكفار، فهناك النساء من الكفار لا يقتلن، المرأة لا تقتل، وهناك الصبيان أولاد الكفار، هؤلاء لا يقتلون، وهناك الشيوخ الكبار، شيخ الهرم من الكفار، هذا لا يقتل، لأنه ليس منه شر على المسلمين، وإنما شره قاصر على نفسه، إنما يقاتل الأقوياء من الكفار الذين لو تركهم المسلمون غزوا المسلمين في بلاده. أما من لا شأن له بالقتال ولا يخاف منه فهذا لا يقتل، كالنساء والصبيان والشيوخ الكبار والرهبان الذين تفرغوا للعبادة في الصوامع، فهؤلاء لا يقتلون، وإنما يضرب عليهم الرق، إذا استولى المسلمون عليهم يجعلونهم أرقا مملوكين للمسلمين، فمن قتل أحدا من هؤلاء فهذا من العدوان. ولا تعتدوا. وكذلك من العدوان في القتال التمثيل في جثث القتلى، حتى ولو كانوا كفارا لا يجوز تمثيل بالقتلى بتقطيع أطرافهم وتقطيع أعضائهم، إذا قتلوا يتركون، ولا يجوز التمثيل بجثثهم، وإنما يكتفى بقتلهم وإراحة المسلمين من شرهم. وكذلك من العدوان في القتال نقض العهود، فإذا تصالحنا مع الكفار أبرمنا بيننا وبينهم صلحا على ترك القتال، فإننا لا يجوز لنا أن نغدر بهم وأن ننقض العهد، ما داموا مستقيمين على العهد فلا يجوز الغدر بالعهد. وإذا احتجنا إلى نقض العهد فإننا نعلن، إذا خفنا من خيانتهم فإننا نعلن أننا سننهي العقد ولا نغدرهم غدرا وخفية. قال تعالى: فإن خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن، قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اغزوا في سبيل الله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تمثلوا، هذا هو العدوان. ولهذا قال ولا تعتدوا، يعني في قتال الكفار، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب المعتدين. هذا فيه وصف الله جل وعلا بالمحبة، وأنه يحب الصالحين ويحب الأوفياء ويحب الموفين بالعهود ويبغض المعتدين. يبغض لا يحب، معناه يبغض المعتدين الذين يعتدون حدود الله سبحانه وتعالى في القتال وغيره. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا فيه بيان الحكمة من الجهاد والغرض من الجهاد، حتى لا تكون فتنة. والفتنة هي الشرك، لا يكون هناك شرك، لأن الله خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، حتى لا تكون فتنة أي شرك. وكذلك لا تكون فتنة أي لا يكون من الكفار فتنة للمسلمين عن دينهم، لأن الكفار يحاولون صرف المسلمين عن دينهم ويفتنونهم. فقاتلوهم حتى يأمن المسلمون على دينهم من أذى الكفار ومن شر الكفار، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يكون الدين العبادة لله، فلا عبادة للقبور والأضرحة، ولا عبادة للأصنام، ولا عبادة للأشجار والأحجار، ولا عبادة للأشخاص والطواغيت، وإنما تكون العبادة لله عز وجل. هذا هو الغرض من الجهاد، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن هذه الأمور فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، الذي يتوب المشرك إذا تاب، الكافر إذا تاب، المرتد إذا تاب، تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. فإن انتهوا يعني تابوا عن كفرهم وشركهم فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لما أمر بقتال الكفار في أي مكان من الأرض نهى عن مكان واحد لا يجوز فيه القتال، وهو الحرم، ما كان داخل الأميال مما حول الكعبة هذا لا يجوز القتال فيه، حرم الله القتال فيه، حرم القتال في مكة، ولم يبح إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم رجعت حرمته إلى يوم القيامة. لكن إن كان الكفار اعتدوا على المسلمين في الحرم فإنه يجب على المسلمين قتالهم في الحرم، أما إذا كفوا عن المسلمين في الحرم فإنهم لا يقاتلون ولكن يخرجون من الحرم، ولا يتركون يسكنون في الحرم أو يتملكون في الحرم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يترك المسلمون في الحرم، لا يسكنون ولا يتملكون ولا حتى لا يدخلون، ولا مجرد مرور، لا يجوز للكافر أن يدخل الحرم. لكن لو دخل الحرم بقوة وقاتل المسلمين وجب على المسلمين قتالهم في الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الحرم له حرمة،
ولا يجوز القتال فيه. وإن ترخص أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في الحرم هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأبيح له ساعة من نار. فلا نبدأ الكفار بالقتال في الحرم، لكن لو أنهم بدأونا وجب علينا قتالهم حتى نردعهم ونخرجهم من الحرم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وهكذا كل من اعتدى على المسلم، حتى والمسلم، المسلم لو حمل السلاح على المسلمين في الحرم وجب على المسلمين قتاله كفا لشره. فكل من حمل السلاح في الحرم ضد المسلمين سواء كان من المشركين أو من الخوارج أو من أهل الفتنة فإنه يجب على المسلمين قتالهم حتى يطهروا الحرم من شرهم، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. من استباح القتال في الحرم فهو كافر، يجب قتاله. فإن انتهوا يعني كفوا عن القتال في الحرم فلا عدوان إلا على الظالمين، إذا كفوا يجب الكف عنهم. وليس معنى ذلك أن الكفار يتركون في الحرم يسكنون، بل يجب إخراجهم من الحرم، بل يجب إخراج الكفار من جزيرة العرب كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في جزيرة العرب دينان. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولذلك أخرجهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل يقول: هل تحقيق التوحيد يستلزم ترك المعاصي كلها، بحيث لو عمل شيئا منها لا يكون محققا له؟ نعم، لا يكون محققا للتوحيد تحقيق الكامل إلا إذا ترك المعاصي كلها، لأن المعاصي تنقص التوحيد. في فرق بين التوحيد، يعني الموحد، فرق بين الموحد وبين من حقق التوحيد. تحقيق التوحيد معناه تكميله وتصفيته من الذنوب والمعاصي، هذا هو الذي حقق التوحيد، ويكون من السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما الموحد فقط هذا قد يصدر منه ذنوب ومعاصي لكنها دون الشرك، فهذا يقال له موحد، ولا يقال حقق التوحيد، وإنما يقال موحد من أهل التوحيد. نعم. وهذا سائل يقول: يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله بتفسير قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك، فما معنى هذا الكلام؟ هذا واضح، هذا قاله غير الشيخ ابن عثيمين، يقولون الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وأما المعاصي التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة بعد التعذيب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وهذا سائل يقول: ما الذي يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها؟ ما جرت العادة بكشفه مما تحتاج إليه للمهنة والعمل، مثل كشف وجهها ورأسها وكفيها وقدميها، الأطراف التي تحتاج إلى كشفها للعمل والمهنة، وليس فيها فتنة،
ليس فيها فتنة للمحارم. نعم. وهذا سائل يقول: إذا خالف نص ظاهر إجماعا فما العمل؟ ما يمكن أن النص يخالف الإجماع. لا تجمع الأمة على ضلالة، ومخالفة النص ضلالة، لا يمكن أن يكون هناك إجماع يخالف النص. نعم. وهذا سائل يقول: ماذا أقول إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ تقول: الصلاة خير من النوم، كما يقول المؤذن، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا يشمل الصلاة خير من النوم، ولا يستثنى إلا الحيعلتان، فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وأنا أطوف ومررت بآية سجدة فماذا أفعل؟ السجدة ما هي واجبة، سجدة التلاوة ليست واجبة، فإذا كان المطاف مزدحم وتخشى من التعثر إذا سجدت فلا تسجد، ما هو واجب. وإن كنت على طرف من المطاف وفيه فسحة فلا بأس أن تسجد. نعم. وهذا سائل يقول: هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الرجل عما يجري بينه وبين زوجته؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يحدث أحدهما بما يجري بينهما. هذا كشف للستر وإفشاء للأسرار بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما أن يحدث بما دار بينهما من أمور الزوجية. نعم. وهذا سائل يقول: أنا شاب متزوج ولله الحمد وعندي أولاد، ولكن أريد أن أتزوج زوجة ثانية، ولكن أبي قال لي: إذا تزوجت لست أبوك، علما أن عندي بيتا ملكا لي، فهل إذا تزوجت أكون عاقا لأبي؟ أفتونا مأجورين. لست عاقا لأبيك، هذا حق أعطاك الله إياه، وليس على أبيك ضرر من هذا، فلا مانع أنك تتزوج وترضي أباك تقنعه. وأما أنه يمنعك من الزواج مرة ثانية، ليس له الحق في ذلك أن يمنعك من شيء أباحه الله لك. نعم. وهذا سائل يقول: رجل يدعو الأموات الصالحين ويذبح عند قبورهم ويتمسح بها، فهل تصح عمرته؟ لا، هذا مشرك، هذا الواجب أنه ما يمكن من دخول المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والذي يدعو غير الله من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار هذا مشرك، ويجب عليه التوبة إلى الله، ولا تقبل منه أعماله، لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا غيره، حتى يتوب من الشرك. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم من جامع امرأته وهو صائم تطوعا وكان ناسيا؟ نعم، صوم التطوع يجوز للإنسان أنه ينقضه، يجوز للإنسان أنه يفطر بالجماع وغيره. الذي يحرم قطعه هو صوم الفرض أداء أو قضاء، أما صوم التطوع يجوز للإنسان أنه يفطر بالأكل والشرب أو الجماع، فإذا جامع انقطع صومه ولا حرج عليه في ذلك لأنه نافلة. نعم. وهذا سائل يقول: إمام مسجد ولكنه يكتب التمائم الغير الشرعية ويحل السحر بغير الطريقة الشرعية، فهل تجوز إمامته؟ هذا ليس بمسلم، الذي يعمل السحر ليس بمسلم، تعلم السحر وتعليمه وعمله هذا كفر، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال سبحانه وتعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر وتعليمه وعمله والتصديق به كل كفر بالله عز وجل، ولا تصح منه صلاة ولا
عبادة حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجوز أنه يجعل إماما للمسجد، ولا تصح الصلاة خلفه لأن صلاته هو غير صحيحة، فلا تصح صلاة من خلفه. نعم. وهذا سائل يقول: امرأة أوصت أن يكون ثلث مالها في سبيل الله، فقامت ابنتها المسؤولة عن الوصية فوزعت الثلث في الأضاحي، فهل يجوز فعل هذا؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟ لا يجوز أن تجعل الثلث كله في الأضاحي، تجعل بعضه ضحية والباقي توزع على فقراء والمساكين، ولا تحصره في الأضاحي، تضحي عنها لأن الضحية عبادة وفيها أجر، ولكن الباقي توزعه على الفقراء والمساكين. نعم. وهذا سائل يقول: ما هو ضابط كفر الاستحلال؟ كفر الاستحلال إذا استحل الحرام، إذا استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الربا، إذا استحل أمرا مجمعا على تحريمه كفر، إذا استحل أمرا مجمعا على تحريمه كفر بالله عز وجل وارتد عن دين الإسلام. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم إطالة الشعر للرجال من غير تشبه بالنساء، وهل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إطالة شعر الرأس هذا مباح إذا كان على السنة، على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من المباحات، أو بعض العلماء يرى أنه سنة ومستحب، وذلك بأن يرجله وأن ينظفه ويدهنه ويسرحه، إما أن يجعله ظفائر أو يجعله مرسل، أما أنه يغذي شعره على صفة تغذية الكفار والتشبه بالكفار هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن يريد أنه يغذي شعر رأسه يراجع